هو يقول يعني روح روح. انا قلت عتب الواحد في البرنامج عرفت قال في واحد البرنامج دائما يتحسس مني فانا اقول له الدنيا بخير وكان يطلبني ان نمزح مع بعض زي كذا جت بعد فتره الله صار الرجال حساس ما صار يتقبل مني صار يعني اي كلمه اقولها له ياخذها بخاطره عرفت فانا هو قاعد يعاتب هذا الشخص ان ترى الدنيا سهر والدنيا بخير يا اخي قول كذي من زمان ايش اقول لك طيب اشرح لك طيب خلاص جهز لي جهز لي لين اجيك اجاهز اقول جهز لي لين اجيك طيب حبيبي انا اعتب على الناس اللي اقل منك ماده واقل منك مستوى واقل منك يعني محتوى في النهايه يعني يكونون في سلطه أنا بحاول أشرحها لك إن شاء الله تفهمني يكونون في مكان الكل منا يحتاج للمكان هذا عشان إيش يظهر فيه فيصير لك يحطوا لك على قولتهم في تهميش وتصل مرحلة أن خلاص يعني اسمك عندهم ما له أي قيمة طيب ممكن توفيق من الله هذا الشيء توفيق من الله؟ ممكن طيب توفيق من الله يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام استغفر الله توفيق من الله دايم استغفر الله استغفر الله بدي اجيب اقسم بالله العظيم انا شوف انا مشكلتي ما تجامل ما عرفت فلسف واذا تفلسفت اجيب العيد خلاص اوكي خلاص خلها كذي الشاهد من الكلام هي وصلت هي وصلت في ناس اقل منك مستوى وشايف انفسهم عليك على ايش ما ادري طيب وصلت ترى المقصود انا لا والله ما لا لا فهمته فهمته طيب حبيبي على على هذا على هذا السؤال عبد الله في سؤال ثاني مبني عليه يقول في البرنامج تشوف الجماهيريه من اجل ماذا في الغالب؟ كيف؟ الموهبه وغيرها تعلمي الجماهيريه؟ بعد ما شفت انا ايه توفيق من الله توفيق من الله توفيق ما هي على الموهبه ما هي على الموهبه والقبلة من الله حلو طيب انت السؤال نفس السؤال نفس السؤال الفيش هو يلعب الدور المهم شو الفيش طيب هو يلعب الدور المهم يعني ما هي الموهبه لا جماهيرية ما لها دور بالموهبه لا في البرنامج انا اتكلم عن نفسي يا طرال اشوف اغلب الجماهير اغلب الجماهيريه تدش الشخص اللي مقبول نوعا ما او وسيم او زي كذا اها اها حلو حلو طيب ادري التصريح هذا في خاطره من اول لكن ما اقدر اقوله لا 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 والله اني اقدر اقول والله انك توفيق من الله طيب والله يوم يومين هذا يا برنس طيب اوكي عندنا فرق الوصل طيب خلونا من هذا كله عيوني ذا الحين لو حصلت انت يا طلال وكذلك انت يا عبد الله لو حصلت يوم من الايام في كومنت عندك في الانستغرام واحد قاعد يتكلم ويسب ويعطيك الثاني وجد من جدانك وثالث من اخوالك وما خلى واحد بالجماعه الا ولعنه وشويه كلام من شين كذي في الكومنت ايش تسوي تسوي له بلوك او ماذا والله شوف رديت عليه مصيبه وان حاولت تقنع بعضهم ترى معقوليته صغيره يعني ما تقدر ما تعرف تتحدد سن هذا اللي يتكلم قدامك ما تدري ولا تعرف فخله اذا اعطيت احد بلوك اي طلال وادي لا فعلا فعلا قد اعطيت احد بلوك قبل البرنامج صدق اي والله واجد واجد اي والله واجد اوكي اجل رجال ما يتحمل نعم تفضل بالعكس انا شخص اسعد على هؤلاء كيف تسعد على هؤلاء اللي يسبون ودول بالعكس اسعد فيهم جدا ليه هي صحيفته تملأها بما شاء الله بيجي الاجر غصب عنه الله خذ حول اذا اعطيت احد بلوك في حياتك والله ما اعطيت احد بلوك والله والله ما اعطيت احد بلوك الله عليك الله عليك طيب سؤال اخير تفضل طلال انسان محبوب عند الناس كذلك عبد الله انسان محبوب عند الناس لكن